مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع في حلقه جديده من صوم وتصحوا. اليوم 16 رمضان، كل عام وانتم بخير مره ثانيه، وكل ايامكم ان شاء الله تكون بخير وبركه. اليوم معنا الدكتور احمد مرعي، طبيب اسنان في مدينه اوتوا، بده يحكي لنا عن صحه الاسنان وكيف الحفاظ على الاسنان والشغلات اللي ممكن ننتبه عليها في شهر رمضان. اهلا وسهلا، اول شيء فيك دكتور. اهلا وسهلا دكتور جمال، مرحبا فيك وبالسادة المشاهدين كلهم. شرفنا، وكل عام وانت بخير. احنا ما شفناك اول رمضان، لكن نقول لك كل عام وانت بخير دائما يا رب. وانتم بخير وصحة وسلامة ان شاء الله، ربنا يعيد على الجميع بالصحة والسلامة. امين. طيب دكتور، صحة الاسنان في شهر رمضان، شو الشغلات والتعليمات المهمة اللي لازم ننتبه عليها بشكل عام في رمضان؟ هل فرش اسناننا مرة واحدة بعد السحور بكفي؟ تعرف انت برضو موضوع الحلويات هاي اللي بتيجي بعد الافطار، اللي لازم منها الكنافة والقطايف والشغلات، كيف بدنا نحافظ على صحة أسناننا؟ طيب ان شاء الله اول شيء ربنا يعيد على الجميع ان شاء الله بالصحه والسلامه، رمضان كريم على الجميع. رمضان بخصوص عنايه الاسنان في رمضان ما بتختلف على الايام العاديه، يعني بالعكس بدها شويه زياده عن الايام العاديه. السبب انه برمضان يعني بيكون الناس صايمين خلال اليوم كله، فالافرازات تبعت التم كلها بتكون قل، اللعاب بقل، فهاي كلها امور بتساعد على التسوس. الدراي ماوث هذا بيساعد على التسوس، المرضى اللي عندهم دراي ماوث هذول دائما يكون عندهم نسبه تسوس عاليه، اعلى من الناس اللي ما عندهمش دراي ماوث. فهاي واحده من العوامل اللي بتزيد التسوس، فبتزيد التهابات اللثه، بتزيد نسبه الاصابه، وان هالامور بتزداد سوء. فضروري جدا تكون العنايه اكثر بشوي صغيره، مش زي ما الناس متوقعين انا ما باكلش خلال رمضان، خلال يوم انا صايم فما في داعي لفرش اسناني، ما في داعي اتمضمض، ما في داعي اسوي هاي الامور كلها. بالعكس هي بالعكس مهمه جدا اكثر من الايام العاديه، خاصه مع نظام الاكل اللي باكلوه الناس، مع نسبه السكريات اللي باخذوها، الحلويات اللي باخذوها، كل هاي امور بتساعد على التسوس وعلى التهابات اللثه. دائما ننصح الناس بانه حتى لو خلال اليوم ما في اكل، استل يعني اذا بتقدر بين فتره وفتره تفرش اسنانك، او حتى تتمضمض في اي 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 دواء مضمضه موجود في الاسواق، اي واحد طبعا يكون خالي من الكحول، اهم شيء مهم جدا، لانه يعني هي عليها خلاف الكحول او مش كحول، بس بغض النظر خاصه في رمضان الكحول موجود في الماوث ووش بيعمل دراينس زياده عن اللزوم، فصحيح بيقتل بكتيريا بس بيعمل دراينس، وكمان بنفس الوقت بيقتل البكتيريا حتى اللي هي مش ضاره. فعشان هيك دائما اي ماوث ووش يكون خالي من الكحول، زيرو الكحول يكون فيه، هذا مهم جدا. تمضمض فيه مره او مرتين في اليوم على الاقل، فرش الاسنان يكون على الاقل مرتين او ثلاثه اتليست بعد الاكل، خاصه السحور، بعد السحور يفرش اسنانه، لما يصحى الصبح بعد النوم كمان برضه يفرش اسنانه، مش خطا. وبعد هذه ما بتفطر يا دكتور، فرشاة الأسنان؟ لا 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 لا، هاي هو لو هي كان في الزمانات عليها بعد بعض الخلاف، لكن العلماء كلهم قعدوا وفصلوها. هو اصلا الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والعلاقات بين الزوج وزوجته، هو هذا المين كور للصيام كان. فالفرش الاسنان صح، معجون الاسنان في منه بكون في نعنع، في منه منت، اي شيء بتبقى بقايا في الاسنان على تم او بالطعم، بتحس في طعمه انت، لكن هاي كلها في العلماء كلهم اجمعوا على انها مش مفطرات، لانه هي هذه انت ما بتاخذهاش بقصد انك تشبع او بقصد انك بدك تاكل، يعني انت بتاخذها للعنايه، شايف، بسبب يعني صحي، فما فيها افطار. نفس الشيء السواك ما هو الى طعم كمان، لما تستخدمه خلال اليوم السواك فيه عصارات كمان، شايف كيف هو، وانت بتستخدمه كل شويه، فما بفطر السواك. فهذه كلها، وبعدين حتى الدم اللي بيخرج بعد التفريج هذا ما في، هذا لا ما يفطر، هذا شايف كيف، لانه مش مفطر. فالناس بيحكوا لك انا بفرش اسناني وهاي بتعمل لي، راح تنزل دم من اللثه وانا يمكن ابلعه واضطر ابلعه. طبعا هو الواحد بيحكي انه يجتهد قد ما بيقدر انه يتمضمض، ما يبلعش يعني، بس حتى لو كان فيه، فالعلماء اجمعوا انه ما في حرج فيها هاي المسائل، شايف كيف، البقايا تبعت هاي الامور اللي بتبقى في التم من طعم او من دم اللي بيطلع، فهذا
100% يعني العلماء اجمعوا انه ما بيفطر، يعني ما بفطر الصايم. طب انا يعني ما دام حكينا بالافطار وبفطر وبفطرش، زيارة طبيب الاسنان في رمضان هل في عليها حرج؟ برضو العلماء تكلموا في الموضوع هذا كثير واجمعوا عليه انه اولا ابره التخدير اللي بنعطيها فهي تعطى داخل المسلز يعني او داخل التيشوز، فهي مش يعني ما بتدخل في جوفك يعني. طبعا خلال الشغل صح يكون في ميه، وفي الدكتور دائما هو بيجتهد يعني هو والمساعد معه اللي معاه على انهم يحاولوا قدر الامكان يتفادوا انك يعني تبلع مي، شايف كيف، او تبلع اي شيء من الشغل. لكن لو حصل وانك بلعت فهذا مش مفطر، هذا براي العلماء انه مش مفطر يعني لا يفطر، لانك اجين مره ثانيه انت ما عملت هاي الامور بقصد انك تشرب او تاكل. هذا واحد. اثنين، بخصوص طبيب الاسنان اذا كان في شغل في بنحط العازل المطاطي يسمى اللي هو الربر دام، فهذا بيمنع برضو اي شيء يدخل جوا فمك يعني، شايف كيف. بس هو في دكاتره كثير ما يعني يمكن ما بيستخدموش دائما او بتكاسلوا او انه لاي سبب ايا كان يعني ما بيستخدموه. فالدكتور لو رحت عند دكتور الاسنان وعندك يعني علاج لسبب معين ممكن يعني لو هو ما استخدم لك اياه احكي له معلش تستخدم الربر دام. الربر دام هاي بتساعد على انه ما يدخلش الميه والدم داخل فمك. لكن لو بعد التنظيف من التنظيف، لو حتى رحت على موعد تنظيفك، حتى لو من التنظيف دخل شيء او كذا او دم طلع، فهذا العلماء اجمعوا على انه ما يفطر. طبعا انا ما بحكيش عن لا اعطي فتاوى، شايف كيف، فتاوى هاي لا لا، الفتاوى هذا اجماع علماء. هذا من البحث يعني، صرنا من 20 سنه واحنا كل رمضان بيسالون الناس يعني انا عندي موعد بدي اكنسل الدكتور ما بقدر اجي بديش افطر انا صايم كذا. فكل مره على مره سالنا اكثر من شيخ وحكينا والكل الكل ما في حدا يعني حكى لك لا لا ما في يعني لا ما تعملها، شايف كيف. ممتاز. بس انا زي ما بحكي لك مع بنفس الوقت يعني يكون الواحد يجتهد يعني، فالدكتور اساسا حيجتهد انه ما يخليك تبلع قدر الامكان، وانت بنفس الوقت المريض يعني اللي بتمضمض اللي بيساوي شيء يعني يجتهد انه ما يدخلش شيء، لكن لو دخل ما هو مفطر. طيب السواك دكتور شو رأيك فيه؟ انا السواك دائما بحكي سنة حسنة يعني، السواك بالعكس جميل جدا تستخدمه، لكن انا بحكي للناس هو عندهم مفهوم خاطئ للسواك، بيستخدم السواك ينظفوا فيه اسنان مش منظفه يعني، وهذا مش طيب يعني، شايف كيف، لانه بتصير في بكتيريا بتنمو داخل السواك. فالمفروض السواك يستخدم على اسنان نظيفه يعني، انت بعد ما تاكل تمضمض تغسل تمك فرش اسنانك بعدين استخدم السواك يعني كسنه قبل الصلاه بعد الصلاه بين خلال اليوم، بس يكون الامور نظيفه يعني، مش انه على الاكل وموجود على اسنانك وتنزل تستخدم السواك، لانه في هالحاله حتبدا في الاكل يدخل داخل السواك وهذا حيبني بكتيريا. وبنفس الوقت كمان الناس يحرصوا على انه بتعرف السواق دائما بيستخدموه بعدين بحطه بجيبته يعني الواحد، فبحطه بجيبته كذا، طب الجيب مش نظيف وكذا، وبترجع بعدين تحطه مره ثانيه في تمك وكذا، فيكونوا حريصين المساله هاي يعني انه يحطوه في بكيت صغير او في فاوتش هيك يحطوه. هذا مهم جدا حتى ما يكونش، وبعد ما يستخدمه اذا بيقدر يغسله بيكون احسن واحسن، شايف كيف، جنب المي. فهاي مهمه، فهو سنه حسنه بالعكس جيد وفي فوائد للاسنان للثه، لكن مع استخدامه يكون استخدام صحيح مش زي ما الناس بيستخدموه في العادة يعني. بخصوص السواد، فرشاة الأسنان طبعا لابد منها تتغير، احنا دائما هاي بنشوفها مع جماعتنا حتى مع الكنديين هون، مرات يكون عندهم ممارسات خاطئة بيستخدم فرشاة أسنان لسنتين وثلاثة هو ما بغيرها، بحكي لك ستيل جود يعني كويسة وأنا بستخدمها ممتازة بتنظف وكذا ما في مشكلة فيها، لكن تبني عليها بكتيريا، المشكلة البكتيريا تبني عليها، وأنت لما تفرش أسنانك بصير في شوية الريتيشن في اللثة، وهذا الريتيشن بتخلي البكتيريا ايزلي تدخل جوا الدم، فبدك يعني اتليست كل 4 شهور كل 6 شهور ماكسيمم يتغير فرشاة الأسنان. وإذا أنت بتروح لدكتور أسنان هو أنت كل مرة زيارة بتروح عنده المفروض يعطيك فرشاة جديدة كل مرة، فتأخذ على جميل. القديمة وتأخذ جديدة، شايف نعم كيف. نعم فهذا مهم جدا يعني تبديل الفرشاة وتغييرها كل فترة وفترة. وبعدين بخصوص رمضان الناس دائما يتذكروا إنهم يطلع خلال اليوم دائما صايمين، وانا اعرف انه رائحه فم الصائم عند الله خير من كلها بنعرفها يعني، شايف كيف. لكن بنفس الوقت كمان انا فهمي لهذا الموضوع انه الواحد لو خلال اليوم كله ما اكل ولا شرب وكان في جفاف في التم فبصير عنده رائحه فم،
فاللي احنا في المجتمع الان مش راح تقعد جنب واحد وتحكي معاه وريحه تم تطلع الواحد مش كويسه، وانت تحكي لا انا صايم يعني رايحه تمي حلوه وكذا. لا هو مش هيك، هذا القصد مش القصد كان منها، وانما التعبير يعني كان مجازي، انه القصد منها الفهم انه فضل الصائم وكذا. فضروري جدا الناس خلال اليوم رجاء انه يفرشوا اسنانهم، خاصه لما يكونوا بيتكلموا مع ناس حواليهم وقريبين، يعني يعتنوا في مساله التفريش خلال اليوم. حتى لو ما كانوا بياكلوا ما بضر خلال اليوم في نص اليوم لو فرشوا اسنانهم، يخليهم يعطيهم فرشنس، يعني تعرف بيحسوا هيك بانتعاش انه الاسنان تمهم نظيف وجيد. اما بخصوص الاكل ف يعني ما راح نقدر نحكي للناس خففوا الحلويات، لانه احنا اول ناس احنا بناكل اكثر من الناس حلويات، يعني الواحد استنى رمضان يعني عشان بده ينوع ويجتمع مع العائله وياكل كل الحلو والكنافه والقطايف والهريسه يعني دائما تذكر انه هاي الامور كلها راح تعلق على الاسنان وحتاثر على اللث، والناس مش هتشوف انت أكيد الجمهور هيحبك يا دكتور أكيد. لا فمش حد مش حيبين آثارها الآن، وإنما later on. فما بضر إنه كل اللي بدك إياه على حسب أنت، يعني أنا ما بدعوش الناس يأكلوا سكر كثير وكذا، طبعا كله مضر يعني، ولكن كل شيء باعتدال. بس بعديها ما بضر إنك تروح تفرشي، ما بتقدر تفرشي أتليست تتمضمض، ما بتقدر تتمضمض اشرب مي، أتليست اشرب مي، فهذه بتخفف من وجود الأمور على الـ على الـ على الـ الأسنان على الأسنان. ودائما كل فواكه، الفاكهة كفاكهة أو بالأخير خليها كفاكهة أو خضروات، لأنها بتساعد على شوية نظف. يعني الواحد بياكل جزر، بياكل خيار، بياكل تفاح، فهاي مواد بتساعد على إنه زي شوية تعمل تنظيف على الأسنان، شايف كيف؟ بعد هذه الحلويات ما يخلي آخر شيء الحلويات. وزي ما حكيت الخير الخير دكتور، على خير الخير صح جدا، في رمضان. الخيط مهم جدا، الخيط يعني ما فيش، وزي ما احكي لك الناس اللي بيحكوا لك انا بعمل بالخيط راح ينزل دم، والدم ممكن، يعني انا برجع مره ثانيه بحكي الدم هذا لا يفطر، يعني على اجماع العلماء. وانت اجتهد انه لو طلع دم انك تتمضمض او يعني انك ما تبلعه، لكن ما عليه ضير. لكن مهم الخيط، مهم جدا جدا الخيط. انت بتنظف على الاسنان، الاسطح الخارجيه بين الاسنان ما بتنظف، فهذا الخيط اللي بنظفه. واحنا 90% من التسوسات اللي بتيجي اللي هي بتكون سيئه بالعياده بنشوفها، مش اللي على الاسطح الخارجيه، اللي هي بتكون بين الاسنان، هاي هي اللي بتكون 90%. 10% يس من التسوسات اللي على الاسطح الخارجيه بتكون موجوده، لكن مش دائم. يعني انا بدي احكي لك على الاقل يعني 70% من الناس اللي بيكون عندهم تسوس على السطح الخارجي لازم يكون في عندهم تسوس بين الاسنان، لازم، ولكن مش يعني دائما هذا. فالتسوس بين الاسنان هذا ما بتقدر انت تحافظ عليه او تمنعه او تقلل حدوثه الا بالخيط. اذا من غير من الخيط ما بينفع. طبعا نحكي احنا مرتين الخيط في اليوم، ما بتقدر مرتين، مره واحده اتليست، مره واحده، وخليها بعد اخر وجبه. يعني اذا انت بتتسحر خليها بعد السحور اتليست، شايف كيف؟ بس انت دائما توقع الناس، اذا انت ما جربت الخيط وما تعودت عليه ما راح تعرف في قيمته. بس لما تجربه وتحس انه اوكي بعد ما انا اكل واستخدم بالخيط بحس انه ما في شيء عالق بين اسناني، بيكون الامور اسهل. غير الناس تشوفهم دائما قاعد ومعاه يعني نكاشه وبنكش بين اسنانه ومتضايق من الاكل اللي عالق، فانت لو تستخدم الخيط بتحس في ايجابيته، تكون الايجابيه تبعته كبيره جدا. فاتليست بنحكي اتليست على الاقل مره واحده، وتكون بعد اخر وجبه اللي هي حتكون السحور طبعا. هذا يعني هذا اقل شيء الخير، اذا بتقدر تعمله بعد الفطور وبعد السحور هذا خير وبركه. لكن التفريش مهم جدا حتى في نص اليوم، مهم جدا عشان رائحه الفم. وزي ما حكيت لك احنا في بلد هنا ما بيفهموا الناس انك انت صائم، فلو رائحه الفم ما كانتش جيده لما تحكي مع الناس، يعني هاي وضعها بتكون يعني شوي محرج. وصحيح الان احنا بنلبس ماسك يعني، فهاي الامور مش اثرها مش زي ايام زمان كانت تبين كثير، والناس دائما يعني ينتبهوا انه دائما تحكي ريحه التم تطلع. بس ستيل يعني كمان انت يعني انت نفسيا لما تفرش اسنانك خلال اليوم وانت لابس الكمامه، يعني بتكون انت حتى بتشم ريحه، يعني ريحه تمك تكون يعني منعشه اكثر وشايف وطيبه اكثر وتحس. واحنا طبعا في دراسات كثيره معروفه هذه الفريشنس تبع التم بيأثر على المود تبع الواحد.
الناس ما بيصدقوها كثير، لكن بتأثر لما يكون واحد حاسس انه فريش، بيكون عنده مور كونفيدنت لما يحكي، لما يتكلم، لما يقدم، غير اللي بيكون دائما خايف اسنانه كيف شكلها، عليها اكل ما فيش اكل، بيستحي صفرة، ما بيحاولش يحكي كثير، لما يحكي بيبعد عن الناس كثير، which is good الان انك تبعد عن الناس ما تحكي عشان كورونا، بس احنا بنحكي in general، يعني in general الممارسة انه لابد من تفريش الاسنان خلال اليوم حتى لو كنت صايم، والماوث ووش اللي هو دواء المضمضه، اي شيء اي شيء. انا حتى يعني خلال اليوم بحكي للناس استخدم اي شيء، عاده انا بنصح استخدام مي دافي والملح، لكن ما انصحش استخدامها خلال رمضان لانها حتزيد العطش، المي دافي والملح. فلا استخدم اي ماوث رينس موجود خالي من الكحول. بعد رمضان تقدر تستخدم مي دافي والملح، احسن شيء المضمضه، المي دافي والملح. دكتور أحمد، أنا بدي أشكرك شكر جزيل على المعلومات الرائعة اللي أعطيتنا إياها. نتمنى للجميع رمضان مبارك وأسنان كويسة، ويبعدكم عن دكاترة الأسنان يا رب، إلا بالتنظيف هاي. الله يسلمك ويبارك فيك، إن شكرا شاء الله يا دكتور، من الجميع، الله يسلمك، منا ومنك، السلام عليكم. شكرا، مع السلامة.